السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم سوري سوري جاتو أو مطبخ نيلة. ونستمر بالتحضيرات للمولد النبوي الشريف، وبطبيعة الحال اللي يقول مولد النبوي الشريف يقول الطمينة. اليوم باش نقدم لكم طمينة الحمص بلمسة عصرية، حبيت نضيف لمستي اللي هي جد جد جميلة جو تخوف، ونتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. هذا الطمينة مش غير للمولد النبوي الشريف، انما تنجموا تقدموها للنافس لانها جد جد لذيذة ومفيدة. نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. اذا كان اول مرة كنت تزوروا القناة، ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك كبير على الفيديو وتفعلوا الجرس. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. كما شفتوا احبتي، اول حاجة نبدأ بها هي تحميص كامل المواد في مقلات على نار هادئة. نحمصوهم، ما نخفلوش عليهم البنات، اتونسيون، حتى لين نتحصلوا على اللون الذهبي. باش نتحصلوا على طمينة بنينة، حمصوهم مليح مليح. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو هنا يا حبيبي، كما شفتوا المكيال كان بالكوب هذا كوب 200 ملي لتر. دونك خذيت كوب من الفرينة حمصته حتى لين تحصلت على اللون الدوغي، تحمصوه. هنا كوب من فرينة الحمص او الحمص المطحون كذلك محمص، كوب من الحليب البودرة محمص، كوب من الزبدة بحرارة الغرفة، وهنا عندي كوب نص جلجلان ونص لوز. تاخذوا المكسرات اللي تحبوا عليهم، انا خذيت لوز وخذيت جلجلان، تقدروا تاخذوا كاوكاو اللي تحبوا عليه. كذلك البنات عندي العسل نورمالمون كاس كيما هكا، مي انا تعرفوني الحلاوة نحبها لهي حلوة ولا هي ماستا كيما نقولوا، نحبها بين البنين. دونك باش نبدا نضيف العسل ونذوق حتى لين نتحصل على الحلاوه اللي نحبوا عليها. هنا بسم الله وعلى بركه الله نبداو نضيفوا كامل المكونات مع بعضهم كيما هكا، الحمص المحمص، الحليب المحمص. الحليب المحمص صدقوني كي تبداو تحمصوا فيه ريحته بنينه بنينه بنينه، شغل كراميل. هنايا نضيف اللوز والجلجلان ونخلط جميع العناصر كاملة مع بعضهم، ونبدأ نضيف الزبدة. الزبدة كما قلت لكم كاس بحرارة الغرفة. بطبيعة الحال كامل المكونات حمصتهم، سقطوا الفرينة حمصوها مليح مليح، سينو راح تكون نية الفرينة تحمصوها. هنا نضيف الزبدة كما شفتوا بنات، ونبدأ نلم في المكونات، نحاول الزبدة ذيك ندخلها كاملة كاملة ونعجنها مليح مليح. هذا هو السر النجاح هنا البنات. بسم الله. بطبيعة الحال كامل المكونات والعناصر نحطهم لكم في صندوق الوصف من تحت. حبتي في الله ما تنسونيش بلي لايك ولي كومنتارات الباهين بتاعكم، يعطيكم الصحة ويكثر خيركم وربي يعطيكم كل ما تتمناو على تعليقاتكم الجميلة. ونتمنى اني نفيد فيكم بنات. هنا يا بنات كيما تشوفوا الطمينة بتاعي خلطتها مليح مليح، يلزم كي تحكموها وتعملوا لها هكا تتماسك معاكم كيما تشوفوا. هنا في هذه المرحلة نبدأ نضيف العسل ونلمها كيما قلت لكم، العسل نورمالمون كاس، مي انتوما ورغبتكم في الحلاوة قداش تحبوها تكون. بسم الله. انا هنا بديت بالاول نضيف نص كاس، نذوق ونشوف. على حسب الرغبة متاعكم انتوما وكيفاش تحبوها.
صدقوني طالعه منها ريحه بنينه بنينه بنينه، قد ما اقول لكم بنينه وشويه. هوني بنات مازلت محتاجه شويه حلاوه، دوك راح نزيد نضيف لها شويه العسل. كل واحد قداش يحب. انا ضفت شويه عسل حر البنات، العسل اللي خدمت به هو عسل حر. انا هاد الحوايج بطبيعه الحال ما نديرهمش سوفون، ما نديرهمش دائما، دونك نحب كي نديرهم نديرهم على قواعد وعلى اصول ما فيها باس. كي نخدموها بشويه عسل حر تجي بنينه وذوق وطعم رائع. دونك هنا كيما تشوفوا هنا بنات خليتها ترتاح 5 دقائق جوست، شربت العسل كما تشوفوا تتكون معنا بسهوله تامه كما هكا. هنا انا راح ناخذ الليمون السيليكون هذو وراح نعمرها في الليمون. هنا كما تشوفوا ناخذ لابتيت بول هكا، نحاول نحطها تري 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 بيان، نعمر المول تري 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 بيان كما هكا. كما تشوفوا نعمر المول متاعي كامل، حيخرجوا لي اشكال حلوين وشابين بزاف. يعني واحد يتفنن شويه وكل مره يبدل في الشكل. كما قلت لكم الشكل راهو العين تاكل قبل الكرش، دونك الشكل لازم يكون شباب مش كان الطعم، لازم شكله سي يكون شباب. انا نكمل نعمر المول نتاعي ونرجع لكم. حبوباتي هنا كيما تشوفوا الطمينة تاعي حضرت، لا ما حضرتش، مازلت حطيتها في المول كيما شفتوا. راح نغلفها بشويه ورق، شويه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، فيلم اليمونتير فوالا، وندخلها للثلاجة تبرد لي شويه باش من بعد كي نحيها من المول تقعد محافظه على شكل المول هذاك. تري 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 امبورطون الاولاد انكم تحطوها في الثلاجة باش يعني تقعد محافظه على الشكل نتاعها. لو تو نعمل البيناج نتاعي ونرجع. بسم الله بسم الله. بنات الطمينه تقدروا تحتفظوا بها دونجون بوا تيرميتيك حتى للمولد النبوي الشريف، راهو ما يصرى لها حتى شيء. نتمنى وصفتي لليوم تكون نالت رضاكم واعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتم اول مره تزوروها، وديروا لايك كبير على الفيديو وتفعلوا الجرس. الى هنا دمتم في رعايه الله وحفظه.